صباح الخير. السنة الأولى على مؤتمر سادر، ماذا تحقق وماذا لم يتحقق؟ طبعا بالإضافة إلى مختلف المواضيع على الساحة الداخلية، مجلس الوزراء وقرارات إعفاء بعض الشركات الكبيرة من الضرائب، طبعا بالإضافة إلى الجبل. كل هذه المواضيع اليوم سنطرحها على طاولة حوار اليوم مع ضيفي. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي صباح حميدي، الخير لألي كل الزميل المشاهدين الكرام، الصحافي علي تسلمي. حميدي. بدي أبلش، يعني اليوم في كتير مواضيع، خصوصا مواضيع اللي خاصة بالجبل، برئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط، بعلاقته مع التيار الوطني الحر، بعلاقته مع تيار المستقبل وحزب الله، خصوصا من بعد هذا القداس اللي القداس المصالحة تحت عنوان الغفران يلي صار بداير القمر، وتداعيات الخطابات التي ألقيت في القداس. بدنا نحكي فيها بس بالشق الثاني. خلينا نبلش من صدر حكومة، مواقف الرئيس سعد الحريري. صدر مهم، بداية، يعني ما في شك انه موضوع صادر موضوع اساسي، خصوصا اليوم السنه. ببدا نقول ذكرى مرور سنه لانه ما لنا ذكرى، ان شاء الله ما تكون ذكرى، بس انه يعني هي ذكرى مرور سنة، لأنه بعد ما شفنا لا انا يعني خايفين، يعني بهمنا انه ما تصير ذكرى، انه ذكرى ومرقت. ما في شك انه اولا مرق 12 شهر، كان يفترض انه ما يمرق 12 شهر قبل ما تبلش يعني لبنان يلاقي المجتمع المالي الدولي بمنتصف الطريق لوضع مقررات صادرة على السكة. انت بتعرفي مثل ما كل الناس بيعرفوا، صادر لو اقرت الاصلاحات بالسنة الماضية كان هلا بينوضع على السكه، لانه صادر هو موضوع يعني بده يبلش يقلع ويبين مفاعيله، بده 24 شهر تتبلش. لكن روحنا سنه طبعا، منهم 9 اشهر كان عندك انتخابات، بعدين 9 اشهر تشكيل حكومة. الحكومه، وبعدين الحكومه لا تقلع، لانه كمان الحكومه بدها لا تقلع، صار مري عليها 66 يوم او 65 يوم، يعني بعد ما وصلت لل 100 نهار اللي بيقولوا فتره السماح، علما انه مثل ما بتعرفي وبيعرفوا كل الناس انه ما في فتره سماح لحدا، لانه ما بتحمل فتره سماح، يعني ما في شيء اسمه انه ترك، يعني من النهار واحد رقم واحد بديك تكوني عم تشتغلي. صادر ما في شك انه اليوم مش مثل السنه الماضيه، الامال الكبيره التي انعقدت حول صادر، التي علقت على صدر، الكلام الحلو اللي سمعناه عن موضوع صدر اليوم بدك تحطي فيه مثل ما تقولي تبهري وتملحي شوي، لأنه الموضوع شوي مختلف. أنا ما عم بقول إنه دخلنا بمرحلة سلبية للغاية، إنما نحن على حافة السلبية، بمعنى إنه أول مرة سنة فترة طويلة، المجتمع الدولي ولا سيما الطرف الفرنسي من خلال تصريحاته العلنية للسفير دوكان ولسفير السفير هنا في لبنان، والكلام الذي يحكى خارج إطار المعلن مع القيادات اللبنانية وأيضا حتى مع صحفيين عرب وأنا واحد منهم بباريس، بتشير أنه هناك تخوف فرنسي كبير من انه لبنان ما يلاقي صادر بمنتصف الطريق، في شعور انه المكنه ما عم تقلع، في شعور انه ما في خطر على الاموال لغايه اليوم، لكن بعد مرور سنه في دول ممكن تيجي تقول لك انه نعمل اللوكاسيون تاني، يعني اعيد تدوير الاموال لمشاريع اخرى، لانه ما فيك تجمدي اموال الى ما لا نهايه. يعني 11 مليار في دول اقرت لك 200 مليون 150 مليون، الموازنات غير الموازنات تسكرت بال 2018 وفتحت بال 2019 واقرت، فما في سقف زمني لهذه الاموال لبقائها. إضافة للسقف الزمني هناك شروط، وشروط منطقية اللي هي أنه المكلف الأوروبي الدولي، يعني بكل دولة بده يعرف أنه هالمصاري اللي عم تروح على لبنان وين رايحة وكيف بدها تنصرف. تذكر الرئيس رفيق الحريري
الرئيس الراحل يعني رفيق الحريري بباريس بمؤتمر باريس واحد، اعتبر انه انجاز حققه لبنان بمنع هذه الرقابة الدولية على الأموال المرصودة للبنان، واعتبر بوقتها أن هذا المنع الذي يعني حققه لبنان هو يدخل ضمن السيادة المالية للبنان على مشاريعه. وبالتالي اليوم نحن نعتبر أن الرقابة الدولية هي مؤشر جيد، يعني عكس لا، ذلك الخيار الذي اتخذه بس انت عم بوقتها تحكي على الرئيس رفيق انت عم الحريري، تحكي انت عم تتذكر؟ تحكي على لا ما بتذكر، لانه باثنين انا ما حضرت الواحد، حضرت اثنين وبرئيس وحضرت اثنين. الثلاثه. بالاثنين والثلاثه كان في شروط اصلاحيه، وفشلت الشروط الاصلاحيه بسنه لا، عم 2002 بحكي بس عن الرقابة الدولية. و2003، ولذلك لم يتحقق من باريس 2 وباريس 3 إلا الجزء اليسير، لأنه ما صار في إصلاحات على صعيد القطاعات الأساسية الكبرى اللي هي الاتصالات، الكهرباء، المياه. رجعنا اليوم لنفس المشكلة. بس انا لا، بصرف عم بحكي النظر، عن شيء تاني، عم بحكي عن الرقابة، انه ليش بدنا نسمح ما هي لمجتمع دولي هو الإصلاحات انه جزء يجي من يراقب عملنا ما هو نحن؟ جزء من الإصلاحات هو أنه الدولة المانحة، مثل ما مثلا كان في رقابة من بأيام رفيق الحريري مثلا للصندوق الكويتي للتنمية، اللي مول كتير مشاريع الكويتيين والقطريين أيضا والسعوديين بدرجة مختلفة، راقبوا تنفيذ مشاريع. مثلا كان يرصد لبناء مستشفيات، كانوا يجوا مندوبين ويراقبوا مالية المشاريع ويراقبوا تنفيذ المشاريع، لأنه المال الذي ما هي يرصد الرقابة تعني وصاية بكثير من الأحيان، يعني في الرقابة كلام كتير على موضوع الوصاية وعم بيثار هذا الموضوع، لكن بدك تحطي حالك محل اللي بوجهك قاعد، اللي بوجهك قاعد عم تجي تقولي له تعا ساعدني، أنا راح تنهار اقتصادي، بدي عندي برنامج لإنقاذ اقتصادي يقوم على إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية المتضررة لألف سبب وسبب. الموضوع السوري هو جزء من الأسباب، بس هو كمان قبل السوريين كان من ضرب ضربة مسمار من 15 سنة بالبلد. الرقابي الطرف المانح حقه يقول إنه أنا بدي أعرف أموالي وين رايحة، مش حقه يقول إنه أنا بدي أعطي هون وما بدي أعطي هون، أو أنا أتولى التنفيذ. هو ما بيتولى التنفيذ، بس هو بده يعرف إنه والله هناك إصلاحات، هناك شفافية، هناك مندوبين من قبله عم بيشوفوا هذا المال وين عم بيروح. لأنه تاريخ لبنان، مش بس تاريخ لبنان، كل الدول يعني بالعالم، يعني بخلي انه الدول، كثير من هذه الدول تريد ان تعرف الى اين تذهب هذه الاموال. وانتبهي، هذه الاموال ليست اموال هيك، هذه اموال مكلفين، المكلف الفرنسي، المكلف البريطاني، المكلف الالماني، المكلف الكندي، يعني هولي هيدا اموال مواطنين عم تنشال من موازنات دول عم تنعطى لدوله خارجية لأسباب ذات طابع جيوستراتيجي له علاقة بمصير لبنان، لأنه هذه دول بالنتيجة بهمها أنه لبنان ما يهتز ما ينهار لألف سبب وسبب. ناس بيقولوا لأنه هناك قول بأنه لما يصيروا النازحين واللاجئين هربانين لعندهم، بس في أيضا شيء له علاقة بتموضع هذه الدول في هذه المنطقة. الغير منطقي هو انه يجي المندوب الاوروبي او الدولي يقعد هو مكان الوزير والمدير العام ومسؤول المشروع، هو يعمل المشروع هو يعمله، بس المنطق. لكن الغير منطقي هو ان تعطى اموال 150 200 مليون 300 مليون لكل مشروع، ويدير ظهره المانح ويقول على الله. هذا ما بناء رح على، تصير هيدي. لأنه بناء على تجارب سابقة لم لا يتم. لا، مش بس تجارب، ما هيدي القاعدة، هيدي القاعدة ما جوهرية. كانت تصير قبل. بلا، البنك الدولي دائما، طيب. البنك الدولي بكل المشاريع التي يتولى، بتعرفي انه في صندوق النقد الدولي بنك طب ماذا الدولي. تحقق، ماذا لم يتحقق لحتى دغري نفوت بالموضوع؟ لم يتحقق شيء بعد إلى الآن، لم يتحقق شيء ملموس. هناك كلام كثير، هناك اجتماعات لجان كثيرة في
ضمن إطار السلطة اللبنانية، يعني الحكومة اللبنانية وأجهزتها، لإصلاحات ذات طابع تشريعي مع مجلس النواب. هناك عمل كثير عم بينعمل على صعيد ملاحقة، على صعيد مكافحة الفساد اللي عم يتضوا عليه كثير، نعم، بعدة أمكنة، لا ينعطى إشارة للعالم أنه هذا البلد منه فلتين، أنه في محاسبة، نعم. لكن من عمل شيء بعد ملموس، فيك تقولي أبيض على أسود، عرفتي كيف؟ لكن مفروض ينعمل. نعم، من بين النقاط التي تثار حول شو هي الإصلاحات يلي بدنا ناخذها بموضوع مؤتمر سادر وغير مؤتمر سادر بالداخل اللبناني، طبعا القوى السياسية اليوم تتنافس على كيف ستكافح الفساد. بدي أحكيك أنا بالرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة. رئيس الحكومة اليوم يقول دائما وحتى قبل تشكيل هذه الحكومة أنه في قرارات صعبة ستتخذ لأنه نحن بحاجة لها لهذا الإصلاح. بالوقت اللي بيقول هيك الرئيس سعد الحريري غامزا من قناته، هلأ أنت بتصحح لي إذا كنت أنا غلطانة، المعلومات تقول أنه هو غامزا من قناة سلسلة الرتب والرواتب، بحيث في اتجاه من بعض القوى السياسية لتجميد هذه السلسلة أو لوقف مفاعيلها. من ناحية تانية، انزعج رئيس الحكومة سعد الحريري بآخر جلسة مجلس الوزراء من تسريب جدول الأعمال، مع العلم أنه جدول الأعمال مفترض أن يكون علني لأنه إقرار البنود هي يعني هذه سلطة تنفيذية تحقق مصالح اللبنانيين، من المفترض انزعج من تسريب جدول الأعمال لأنه بجدول الأعمال في بند عن إعفاء كبار المكلفين، الشركات الكبرى اللي هلأ فينا نحكي فيها سوليدار وغير سوليدار، من غرامات استحقت عليهم لتهربهم من دفع الضرائب، وكان يريد الرئيس سعد الحريري إعفاء منه، وانزعج وأجل هذا البند إلى جلسة لاحقة. هل هكذا يبدأ لبنان بالإصلاح؟ شو السؤال؟ بس خليه لك شغله. لا عم بسألك بناء أنا لا على هذا لا 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 عم بمزح. أولا لم ينزعج سعد الحريري من موضوع التسريب لأجل هذا البند أو غيره من البنود. التسريب لمعلوماتك أنه جدول أعمال مجلس الوزراء ليس مخصصا للعموم، القرارات مخصصة للعموم، والدليل على ذلك أنه هذا الجدول لا ينشر رسميا على بالجريدة الرسمية مثلا، ولا ينشر رسميا بوسائل الإعلام تبع الدولة أنه والله بكرة مجلس وزراء بده يطرح 86 بند مع تفاصيل وأخبار. هذا هذه نقطة. بلا ينشر. لا ما في شيء. هو لا يوزع على الوزراء. وأيضا ينشر. نحن كيف بنعرف؟ حتى نحن كصحفيين كيف بنعرف إنه في مثلا 104 بنود من بين هذه البنود في سفر من بينها وتكاليف سفر من بينها من بينها من بينها. لكن التسريب دائما من الوزراء اللي بيوصلون. اللي بيصلون ال طب انت كمواطن لبناني الا يعني تريد ان تعرف على الاقل بماذا سيناقش؟ انا مش كمواطن بس لبناني، انا كصحافي بمني اعرف الفاصل. شو بدك كصحافي كمواطن؟ يعني انا صحافي مواطن مزبوط، بس بقصد انه كمواطن ما بهمك تعرف انه مثلا على شو عم يرصد الاموال. بهمني بس انت عم بتقولي يفترض. هو ما يفترض، هو 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 عم يتسرب. اولا مش اول مره بيتسرب. فيما يتعلق بموضوع الشركات، وأنا لست في معرض ولا بمعرض لا الحكي عن الشركات ولا الدفاع عنها ولا بتعنيني ولا بتهمني صراحة. أولا في خطأ بسؤالك، تكنيك. شو هو؟ إنه لتهربي من دفع الضرائب. لا. هو غرامات لتهربهم. لحظة. غرامات لتأخير الضرائب، لأنه هني دفعوا ضرائبهم متأخرة فإجت لهم هذه الغرامات. بس على كل إذا كانت موجودة، إذا كان بكل الأحوال هناك غرامات، نعم. هذا الموضوع ما تتخذ قرار فيه، هذا الموضوع ما تروح على مجلس الوزراء، ما يرتئيه مجلس الوزراء بينشاف. يمكن ما يوافق، يمكن صحيح. يوافق مزبوط. يمكن يكون له أسباب يوافق، يمكن ما يكون له أسباب يوافق. هذا موضوع أولا بالنتيجة مش بإيد سعد الحريري. افترضي أنه هو طارحه، بدي روح معك لهذا، هو طرحه وبيهمه، لانه بالنتيجه يعني هو بيقدر، هو ما بيقدر يفرض. هذه الشركات هو له اسهم فيها بصفته رجل اعمال، بس في اثنين من اصل حكومي ايضا، يعني هم في تضارب بالمصالح. اثنين من اصل 14. بس بكل الاحوال عم بقول لك اذا كان لابد من ان يدفع بده يدفعه.
إذا بس لماذا، عفوا يعني معلش اسمح لي شوي هيدي النقطة لأنه نقطة يعني حساسة وبالمنطق، لماذا اليوم جدول أعمال مجلس الوزراء يفترض أن يكون في بند إعفاء شركات هذه كثيرة من شركة تأخرها بدفع الضرائب؟ هذا أمر بديهي، وأنه بالعكس يمكن لا لا الخزينة لا، أولا اللبنانية ما في تهرب من الضرائب. يا هو خيي عفوا بس أنه بدي أعتبر أنا ما ليه بيهمني شو جاييني أنا، ليه بس في خليني بند من هذا النوع يا على تسلمي طاولة لي، مجلس في الوزراء؟ بند ليش الوزارة بدها لأنه تحسب بند هناك من هذا النوع؟ قانون، هناك قانون الشركات وقانون المحاسبة العامة بالبلد بيقول إذا في شركة مكلفة وعندها غرامات دفعت او ما دفعت، هي هوني كلام عن الغرامات وليس عن الاصل، الاصل اندفع متاخرا. عن الغرامات، عم اوكي، بحكي عن الغرامات. هذه الغرامات عم تيجي كل شركه بشركتها، 14 شركه، بحق له ما بحق له يدبروا لا حالهم. انا عم بسالك حضرتك علي حمادي، يا هل ترى ان حبيبتي يحق لهم يا ان حبيبتي خليني عم يتم عم بشر عفائهم من هذه انا الغرامات؟ حقي شو بيقول القانون؟ القانون بيقول انه انا عندي شركه، افترضي يا اختي راح احكي لك عن شركتي انا، جريدة النهار، تأخرت إني أدفع الغرامات، أوكي؟ وإجاني غرامة، مش الغرامات، تأخرت ضرائب، أدفع الضرايب، رجعت دفعت الضرايب لأنه وإجت هولي دافعين غرامة، ضرايب، أوكي. إجتني غرامة فوق 1 مليار ليرة. طيب. أوكي، أنا كشركة واجباتي كشركة وعندي أنا عم بشتغل بزنس بالنتيجة، نعم، عم بقول لك أنا باخذ القرار إنه أرفع طلب لمجلس الوزراء، لأنه مجلس الوزراء له وحده الحق بأن طبعا ينظر. لأنه قرار استثنائي لا هذا. لا، لأنه هو من المليار وطالع ليرة بيروح على مجلس الوزراء، تحت المليار بتحكي مع وزير، مع وزارة المالية، وبتتفاوضي مع وزارة المالية. عادة بتكون يا بتطلبي إعفاء يا بتطلبي جدولي يا بتطلبي، في 1000 طلب وطلب. نعم. أنا عم بقول لك بشركتي إذا إجاني 1 مليار ليرة بكره على بكره برفع طلب لمجلس الوزراء، وبضل عم بلاحقه ولاحقه ولاحقه لا ينقر، لأنه أنا بدي أنقذ شركتي. هلا كل واحد بيحاول يرتب أمور شركته، هيدا قطاع خاص عم بيحاول وله حق بالقانون، وتجمعوا هول 14-15 طلب ونجمعوا ببند واحد وراح ينطرح، بيقطع ما بيقطع هيدي عندك مجلس وزراء بكره. طيب في يعني ما بدها تقييم، دائما نروح على التقييم الاخلاقي. هذه شركة لا، لانه طيب انا رح هذه سؤال بطريقه يا مختلفه. يا تسلمي لي، انت هون عندك فهمت مؤسسه، هي شركه تجاريه، هي شركه طيب تجاريه واضح. تبغي الربح. رح اسالك سؤال، اذا طلع لهم غرامه بمليار ليره بتلفزيون او تي في، انت عليه. بتفتكري بتاخر تتاخر الاداره؟ طب انا كمواطن بتحاول تخلص حتى لو وين منهم؟ ما صارت بحيلا مؤسسه، انا اليوم كمواطن كيف مصاري؟ ألا يحق كيف أن أقول بغض النظر حول أي كل مؤسسة؟ المؤسسات يا أستاذ علي اسمع بس، لا اسمع السؤال، أنا اليوم كمواطنة ألا يحق لي أن أسألك إذا كنت حضرتك صاحب أو مساهم في هذه الشركة وفي نفس الوقت حضرتك رئيس حكومة لبنانية، ألا يحق لي أن أتساءل حول تضارب هذه المصالح وانعكاسها على خزينة الدولة، لا سيما وأن لبنان يمر بمرحلة اقتصادية صعبة ومفترض عليها أن يستفيد من هكذا مناسبات إذا بدي أسميها، لأنه شركات عملاقة ولا يمكن لغير الشركات العملاقة أن يكون عليها الأد غرامات عالية، شركة صغيرة ما بكون في عليها الأد غرامات عليه، حتما هي شركات عملاقة. ألا يفترض أنا كمواطنة أتساءل ما الجدوى اليوم من إعفاء هذه الشركات ما حدا العملاقة بيمنع من المواطن. الغرامات؟ هذا اللي عم نسأله، هو عن تضارب المصالح بين يفترض الموقعين؟ بالمواطن أن يسأل ويتساءل ويرفع الصوت إذا وجد بأنه هذا الأمر غير سوي. خلينا نقول لكن هذه الشركات إن كان مصارف أو شركات، هذه الشركات بدها تعملها، إذا بتعملها اليوم بتعملها بكرة بتعملها بعد 10 سنين، كل الشركات بتعملها. وهذه عم بقلك أنا بشركة إذا عندي 1 مليار ليرة، لو بدها تنزل السما على الأرض بدي قاتل لجرب
الغرامه يا خففها فهمت. يا ادفها يا هيدي البزنس. بكل الاحوال سننتظر ونرى شو بيكون موقف. انت عم تحكي انه سعد الحريري بده يرتب شركات هو مساهم فيها. عم بسألك انا ايه بس هذه الشركات منا كلها لسعد الحريري. بعرف. ايه ما بيقدر يمنعها. منه ما معه الاكثريه او ما معه الاكثريه ببنك. لا نحن عم نقول عن المسؤوليه اليوم السياسيه ما بيقدر في بلد ينهار. ما بيقدر يمنع شركتين. اولا هو منه مساهم الاكبر فيها، مش صاحب القرار فيها. ثانيا هذه شركات عندها مساهمين وعندها مصالح. اذا مجلس الوزراء ارتقى انه بده يلاقي تدبير بيلاقي تدبير. نعم. بأي اتجاه؟ هذا مجلس وزراء مش سعد الحريري. أنا بعرف يعني. وسعد الحريري عنده مجلس وزراء 4 أصوات. إيه حضرتك عم تشرح لي الأمور بتقنية. لا مش تقنية. أنت عم تحكي لي بالأخلاقيات. أنا عم بقول لك سعد الحريري عم تجي الشركة هو. طبعا هي القوى السياسية مجتمعة تتحمل مسؤوليتها كرر. لا 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 عم بقول لك شغلة. مجلس وزراء هو عنده 4 وزراء. في 26 واحد بيقدروا يقولوا هذا واحد. اثنين هذه الشركات. افترضي خدي سوليدير. شو قالوا فيها سعد الحريري؟ خليك معي 6% 5% منه الأكثرية. خدمة الدين في طرح من الطروحات بأنه تخفيض خدمة الدين 2% بحيث أنه من حقق هيك وفر على الخزينة. اليوم بعض القوى السياسية توافق، بعض القوى السياسية لا توافق على اعتبار أنه أيضا في تضارب مصالح مع المصارف. بدي أعرف يعني هذه خدمة النقطة. الدين أولا خدمة الدين لما بتقولي بدي خفض خدمة الدين 2% أو 3% أو اللي هو يعني عم ترجعي تعملي عم تقولي أنا بدي أعمل إعادة هيكلة مقنعة أو إعادة جدولة مقنعة. يعني هيدا الخبير غازي وزني بيقول أنه انعمل هذا الموضوع والمصارف اللبنانية قدمت بوقت بيريز 2 مساهمة من هذا النوع. ايه رجعت أقرضت الدولة بفوائد متدنية. صفر. ورجعت ايه طبعا. ومطلوب اليوم عم ينحكى مع المصارف أن تقرض الدولة لتغطية العجز الموازني بفائدة صفر. المصارف تقول وهذا يعني تقول بانه هي وصلت للحد الاقصى. امبارح عم بيحكي الاستاذ جوزيف طرباي عم بيقول نحن ما قادرين لسبب واحد وبسيط، لانه رح يصفي كل اموال المودعين الموجوده ب اذا كملنا هيك بتصير المودع اللبناني وغير اللبناني اللي عم بيحط بالمصرف اللبناني عم بيحط بالمصرف وعم كانه عم بيحط بالدوله اللبنانيه بخزينه الدوله. هيدي ما في معايير وحدود لإقراض الدولة اللبنانية وخصوصا من المصارف الداخلية. هذا موقف المصارف. في بعض القوى السياسية والاقتصاديين بيقولوا أنه اليوم المصارف تحقق أرباح طائلة وبالتالي إذا ساهمت بعز هذه الأزمة أنه بتكون عم تساهم بجزء بسيط من أرباحها. فيها تساهم. أولا بدك تشوفي أولا بقانون النقد والتسليف ما هو حدود ما هي حدود إقراض الدولة. لا تستطيع هناك سقف لإقراض الدولة. ما هو موقف القوى السياسية؟ هل صحيح أنه اليوم الرئيس سعد الحريري يرفض هذا يعني هذا الاقتراح بينما في قوى سياسية مثل حزب الله؟ ما في جاوبك لأنه هيدا ما عندي معلومات حول موقفه من هذا الموضوع. الشيء اللي فيني أقول لك إياه هو الأمر التالي. هناك سقوف لإقراض الدولة اللبنانية. لا تستطيع المصارف ولا يقبل المودع داخل المصارف. طب كيف استطاعت أن تفعل ذلك سابقا؟ تسلمي لي. وصلوا لسقوف عالية. يعني كان يعني اليوم عندك تقريبا 40% من إيداعات بالليرة اللبنانية صارت كلها بمصرف المركزي، ومصرف المركزي عم يستخدمها لحماية الليرة من جهة ولإقراض الدولة اللبنانية. المشكلة المطروحة اليوم هو كيف نستطيع أن نستمر في معالجة أو في تحمل العجز الخزيني. اليوم العجز المقدر هو 9000 مليار ليرة، شيء 9 مليار ليرة، 9000 مليار ليرة يمكن يكون بموازنة 2019. موازنة 2019 ما طلعت لهلأ. ليش؟ لأنه مش عم بيقدروا يخفضوا، عم بيجربوا يخفضوا ويشحلوا، ما عم بيقدروا يخفضوا ويشحلوا. هذا قرار سياسي. مش بس قرار سياسي، في قرار إنساني كمان بده واحد يتفهمه، مش من جهة الدولة بس من جهة الناس. يعني اليوم أنت عم تحكي إنه هناك عم نحكي إنه ارتكبوا خطيئة
الجميع بالتوظيف العشوائي خلال هذه السنة الماضية. الناس بتحكي إذا شملت كل الأسلاك المدنية والعسكرية، الناس ما عم بيحكوا على شو عم بيصير بمؤسسات العسكرية اللي صار فيه كمان شو اسمه توظيف كمان على الطريقة العشوائية المدنية. طيب شو بنعمل بالناس؟ أنا عم بحكي كمواطن كمراقب مثلي مثلك، شو بنعمل بالناس اللي عملنا لهم عقود 10,000 6,000 8,000 كبون على الطريق محاسبيا وتقنيا؟ ايه بدي وقف لهم عقودهم وابعتهم على بيوتهم. قادرين نعملها؟ مين بيقدر يعملها؟ بيقبل فيها رئيس جمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، القوى السياسية قدرت تحملها؟ ما بعرف، يعني هيدا أجوبة ما عنا إياها، هيدي أسئلة ما عنا عليها أجوبة. ثانيا عندك سلسلة الرتب والرواتب اللي حكيتي فيها اللي بلشت 1200 مليار. هل صحيح أن الرئيس سعد الحريري يريد أنه يوقف مفاعيله؟ لا، لأنه مبارح من كذا نهار صحيفة الأخبار عنونت هذا الموضوع، اللي هي بطبيعة الحال كل الوقت بدها تفخد فيه لسعد الحريري. لا يعني هذا رأيك. لا مش هذا رأيي، هذا رأيي وأنت بتعرفي أكثر مني. بس anyway، لا أنا ما بعرف شيء، أنا بقرأ يعني بعض التحليلات والمعلومات الصادرة في مواقف اتخذها جريدة سعد الحريري. جريدة الأخبار شغلتها تفخد بسعد الحريري، أوكي مبارك عليهم ما في بروبلم، بس انه كل موبقات لبنان حطت له اياهم لسعد الحريري، مش شايف مش ايش على شيء ثاني. يعني هذا رايك بس أوكي. انه انا لا اوافق لانه من لقيها نقديه عند كثير من لا الاطراف. لا ما بتلاقيها نقديه ابدا، ما بيقربوا على بيئه مثل ما هي كلها ما بيقربوا عليها، ماشي الحال. على كل وهذه البيئه كانها نازله من السماء يعني، وهذا ماشي. اللي بدي اقول لك وعلى كل ما بيهمني انا انه اعمل دراسه على يروج الرئيس سعد الحريري لتعديل السلسله تعديله؟ لا، لكن في اراء كثيره في البلد من القطاع الخاص من بالقطاع داخل القطاع العام اراء سياسيه انه نحن بلشنا ب 1200 مليار ليره انتهينا اليوم ب 3500 مليار ليره ومش مبين لوين رايحين. صار في خطا لبل خطيئة كبرى عند بالموازنة الماضية. مين العبقري اللي قدر ب 1200 مليار ليرة انه هذه السلسلة؟ بعدين السلسلة اساسا اللي هي حق مكتسب صار ما فيك تسحبي السلسلة بدون ما تعملي هزة كبيرة بالبلد. اوكي، هلا في دول اتخذت إجراءات موجعة جدا وخفضت رواتب الجميع، باليونان بغير دول خفضوا. هل تعتقد أن لبنان قادر يتحمل هذا القرار اجتماعيا؟ إذا كمل الوضع هيك بده يوصلوا على قرار. طب هل اليوم يعني إذا بدك الجميع يقول أنه هلأ في صراع بين إذا بدك يعني أصحاب الموارد أو الموارد، يعني الموارد الدولة خفت فصار بدنا نخفف العجز، فصار في صراع بين مختلف القطاعات. صراع. البعض يقول انه على الجميع ان يدفع، ان يساهم في دفع هذه الفاتوره. رح عم نعمل خطه للكهرباء على اعتبار انه هذه الخطه يجب ان تؤدي الى يمكن جمعة تجي تقر مزبوط ونقلع فيها. عم نحكي عن اجراءات واصلاحات بالقطاع العام على مستوى الموظفين، في البعض يذهب بعيدا للحديث عن تعديل السلسله اللي هي اصبحت حق مكتسب كما تقول. بعد في علامات استفهام حول قطاع كبير جدا ويحقق أرباح طائلة وهن اللي تحدثنا عنهم المصارف. هل سيساهم هذا القطاع؟ هذا سؤال كبير حاليا إذا بدك، لأنه الأموال كلها يلي رح تخدها من الناس ومن ما بعرف وين ما بتساوي الأموال يلي هي بالكهرباء وبالمصارف. عم ينحكى برفع الفايدة على الودائع. لكي هيدا سكين بحدين، المصارف عم تحقق أرباح لكن هذه الأرباح عم تحافظ على استقرار مالي بالبلد، يعني قوة القطاع المصرفي وهو اللي عم بيخلي انه البلد انه انت عملتك وقدرتك الشرائية بعدها ماسكة. بدك تنتبهي هناك خيط رفيع ما بين انك دخل المصارف بحلقة دعم الاقتصاد الوطني أكثر وبين انك تهزي القطاع المصرفي. بس ما هذا ما يتم الترويج له على اساس انه فزاعه، انه اليوم
انه فزاعة. هيدا هو مش غير لا صحيح، منه فزاعة، غير لا صحيح انه ما مش فيك منه تقولي منه فزاعة. صحيح. يعني الحد قلت من لك في ارباح خيط المصارف رفيع، خيط لا رفيع، يؤدي الى انهيار خيط هو خيط رفيع. انا ماني مع المصارف، شو عندي بنك؟ انا لي مصلحة انه البنوك تساهم كمان، وهناك ويجب على المصارف أن يكون لها دور أكثر حيوية من أرباحها. نعم لكن كمان بدنا ننتبه إنه إذا بلشنا ندق بالأموال المودعين ببلش يصير في أيضا مشكلة بالبلد، لأنه المودع بالمصارف اللبنانية لشو عم بيودع؟ مش أموال المودعين، لا بلا، عم ينحكى بزيادة فوائد نعم. على الودائع، لا حتى بلا عم ينحكى على تخفيض الفوائد على خدمة الدين يلي هي المصارف اللي عم بتحقق هذه الأرباح من بعد ما كانت تحقق أرباح طائلة بالهندسات المالية اللي عملها حكم مصرف لبنان. لكن وامبارح وزير منصور بتاش وزير الاقتصاد عمل مطالعة طويلة عريضة عن كيفية الإصلاح منصور حكي الاقتصادي سياسي أكثر ما حكي تقنيات، وأيضا حكي حكي اقتصاد، سياسي، سياسي واقتصاد، ما السياسة والاقتصاد لا هن حكي سياسي، هذا رأيك حكي مهم. سياسي، لا توافق عليه شكلك؟ مش ما بوافق، يمكن يكون كل معه حق، بس كلام أن يصدر كلام عن وزير بالحكومة بهذه اللحظة وبهذا التوقيت، و بعتقد انه حكي سياسي. طيب خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني قصير لان تاخرنا حتى بعدين بالفصل، انا ما في ومن بعد الفصل يعني ما في ضارب عليه بعلمه الاقتصادي وبعلمه المالي صحيح لمنصور، هذا صحيح، صديق عزيز علي من وهو زمان خبير اقتصادي وله يعني وخبير باع اقتصادي، طويل بالقطاع. لكن انا كمراقب اقيمه اليوم انه حكي سياسي. شو الهدف حكي عن منه؟ اجراءات محدده جدا في الاقتصاد عراسي، يا فيك استاذ علي، تضلي تحكي تعرف ليه البعض بيقدر بيشوفها، يضل واحد تعرف ليه البعض بيشوفها نقاط سياسيه؟ لانه في تضارب مصالح بين اهل السياسه واهل المال في البلد. حكي سياسي. بدي اقف فاصل اعلاني قصير، من بعد الفاصل بدنا نحكي عن الجبل وتفرعاته، فاصل ونعود. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيفي أستاذ علي حميدة، بدي أرجع أرحب فيك. بدي أنتقل لموضوع الجبل، هذه يعني المصالحة قداس الغفران يلي صار، قداس الغفران المصالحة حصلت بال 2000 بال 2000 و ما هذا جزء من المصالحة أيضا. إيه بس المصالحة الأساسية بال 2002 بال 2001 2001 مع البطريرك، برعاية البطريرك صفير. هذه هي هذا هو الإطار العام. ما حصل في دير القمر هو استكمال وتعزيز وتمتين للمصالحة بأطر مختلفة، وكان لابد من أن يكون هناك يعني يا ريت القداس اللي صار حصل قبل بسنة وخمس سنين وعشر سنين، بالعكس هذا كلام مهم. ليست المرة الأولى اللي وليد جملاط يتحدث فيها عن ما يشبه الغفران، يعني الغفران بالمعنى الوجداني والأخلاقي فيما يتعلق بما حصل للمسيحيين إثر اغتيال كمال جملاط، لأنه وليد جملاط أولا ما كان هو لم يكن هو فوجئ بما حصل بالمجزرة التي حصلت والجريمة النكراء التي حصلت وذهب ضحيتها يعني أهلنا وأبنائنا وأخواننا هكذا النصارى، هو في بعد القداس وبعدين وهو ما كان يعني هو كان بعد عم بيطلع من بيروت على المقطارة ليدفن بيو، هو للحقيقة سمع بذلك كما سمع الآخرون. أنا حتى ما أنبش، ولكنه يعني كمسؤول عن كمسؤول أنا ما بدي أنبش اللي صار، لا 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 أصلا أنا بدي أحكي عن بالعكس مفاعيل هذا القداس سياسيا. عندما تستعيدي الذكرى الأليمة بإطار تصالحي ما في مشكلة، عندما بتستعيدي الذكرى الأليمة بإطار انه بدي اعمل وبدي اسوي، لا بصير في ردود فعل متبادله. نعم. من لا كل الجهات كانت باطار تصالحي. اكيد انت عم بتشاركني الراي. انا بلاقي انه كان وليد جنبلاط رئيس حزب التقدم الاشتراكي حط تويت من بعدها انه ما كان في لزوم، يعني بدا وكانه هو لم يكن راضيا جدا لا بلا كان راضي لكن لم يكن لا الوزير جبران بيسي اعيدها لا حتى يعني حتى كلام جبران باسيل ما كان الشيء اللي ازعج راي عام
جبل بمكان ما، الدرزي. ايه ازعاج انه الشعور انه وكأنه يعني هذا طلب المغفرة هو طلب مغفرة فقط على هذا، على ما حصل، وطلب المغفرة انه الدروز هن المغلطين تحديدا، وما حدا مغلط وما حدا مغلط معهم. في رأي عام، انا من هذا الرأي العام يعني بليك، الذي قال لي ولي جملاط انه نعم نحن لطلب المغفرة، لكن المغفرة متبادلة، لانه الحرب الأهلية لم تكن الحرب في الجبل هي مجرد فقط المجزرة التي حصلت اثر اغتيال الشهيد كمال جملاط، انما صار في حرب جبل، وصار في حرب جبل، وحرب الجبل ليس لم تكن فقط مع طرف واحد مثل ما حاول ان يقول بعض اركان التيار الوطني الحر انه هي مع القوات فقط، بلشت مع القوات لكن استمرت مع الجنرال انذاك ميشيل عون اللي كان قائد اللواء الثامن مرحلة اولى ثم اصبح قائدا للجيش. ونحن بنتيجة ذاكرة موجودة عند المسيحيين بهذا الموضوع وعند التيار الوطني الحر. لحظة خليني أكمل، ما تقطشيني، لأنه هذا موضوع حساس. أي مزبوط حساس. موضوع له علاقة بطائفي وبكرامة طائفي، لأنه المغفرة نعم للمغفرة، لطلب المغفرة، لكن هناك أيضا طلب مغفرة من الجميع إذا بدنا نفتح الموضوع، لأنه الدروز اندبحوا، انخطفوا، دمرت قراهم، قصفت قراهم، وهن عملوا شيء ذاته. فاللي استشفوه، عم بقول لك الرأي العام، يمكن يكون ما هيدا قصده الوزير جبران باسيل، يمكن ما قصده هيك، لكن استشفوا شيء انه وكأنه العلة كلها موجودة بمكان، ومقابلهم في هناك الطرف الآخر عم بيقدم حاله وكأنه يعني شو اسمه ملائكة. هو يعني انا لك يمكن ما يكون نيته، واضح واضح يعني ما واضح بدي انا اقوله شيء هو واضح. يمكن ما كان ما قاله، انما كنا نتمنى لو بالنص يعني انعمل دوز معين انه بالنتيجة اللبنانيين بشكل او باخر، مش بس الدروز والمسيحية، مو على الميكرو بس، مش بس الدروز والمسيحيين، الشيعة والمسيحية، الشيعة والشيعة السني والشيعة والفلسطيني، كله مع بعضه، يعني كله فات ببعضه، انه بالنتيجة كلنا كلنا اخطأنا فيما بيننا. كان الحديث بوقتها يدور حول ذكرى اغتيال الشهيد كمال جملاط، صحيح، ولذلك دعا كلمة المبادرة. انا ما بدي المبادرة من يعني ولي جملاط، الطلب القداس هي مبادرة من ولي جملاط، هي مش مبادرة من 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 الوزير باسيل جملاط اللي قال لازم نعمل اللي هذا. تداعيات هذا القداس السياسي، ما في تداعيات، هل ستكون له تداعيات على مستوى العلاقة السياسية بين الطرفين؟ لأنه أو أنه ما في مشكلة، ما في مشكلة، لا كان دعس ناقصة لأنه لم يحقق شيء، بالعكس صار له ارتدادات. لا لا ما له ارتدادات، في له كان جانب شعر فريق أو رأي عام درزي انه كان يفترض يكون شوي اشمل اوسع، انه عندما هل تاتي هل سيستكمل الطرف يعني الطرفين رح يستكملوا العلاقه او مسار اولا هذه مضطرين العلاقه تسلمي لي خليني لك شغلي، وكيف رح يقفل ملف المهجرين؟ رح اعطيك اياه بالاخر، لانه كمان الوزير باسيل بيقول انه هذا الملف العوده لن يستكمل قبل انهاء ملف المهجرين واقفال هذه الوزاره من جهه هيك، ومن جهه ثانيه كمان استفزكم الحديث عن العوده السياسيه الى الجبل، واعتبرته انه اقرار القانون العوده عنه الوزير باسيل هذا القانون النسبي الذي اذا بدك اعطى نسبيا ايه بس حق العوده بعض القوى التي لم تكن تتمثل العوده لا يختصرها، استفزكم هذا الموضوع. لا، لأنه نحن نرى أنه العودة لا يختصرها التيار الوطني الحر، لا ولا يختصرها قانون انتخابي، العودة هي عودة مسيحية، وكل والمسيحيون ليسوا كلهم في التيار الوطني على الحر. ما جوابتك جوابتك وهناك أطراف أخرى بالجبل وازنة أكثر حتى من التيار الوطني الحر. أستاذ علي هذه أنا جوابتك، نقطة هو كان يتحدث عن قانون انتخابي. لا بس ليش ما قلتي، ليش ما قلتي أنه مثلا يعني نطيتي فوق مثلا كلام ما كان لازم، ونتمنى انه ما يرجع ينحكى بهذا الاطار، كلام للوزير المسؤول عن هذا الملف اللي هو الاستاذ عطالله، اللي بيحكي عن
انه المسيحي بخاف ينام بقريته، هذه وكانه استعاده لادبيات لا ما قال 1860. ما قال هيك. يا تسلمي بس لي. خليني اقول لك على بس خليني اقول لك انا سالته شخصيا. عم تسالي راي عام درزي للوزير. عم تسالي راي عام درزي خليني. هناك عدد قليل من المسيحيين حتى الساعه ما بيطلعوا بناموا بضيعهم. اولا هذا موضوع هذا الموضوع انحكى باطار وعبر عنه بإطار يذكر بأدبيات 1860 أنه واللي هي فيها ظلم كبير للطائفة الدرزية، أنه بتنام عند بتاكل عند الدرزي بتنام عند المسيحي، أنه الدرزي غدار. هيدي ما بتنقال. انت وزير مصالحة. ما قال وزير هيك لحتى ما لا لا هيدي هو ما قال هيك لكن هو عن جو مصالحة. يا حبيبتي نحن بدنا نتعاون نحن بدنا نتعاون معه، هذا ابن المنطقة بالضبط. ونحن وياه اهل. مش عم نحكي لما تم تعيينه وزير مهجرين انه متعاطته شوي لانه شو مين مكان اذا كان مفيدا لهذا الملف فليكن. ليش هذا؟ شو أوكي. الفرق بينه وبين غيره؟ بالعكس يمكن يكون مفيد. بس هو كنت اتمنى انه بهذا التصريح، انا ما عم بقول انه غلط بمحلات تانية، بقول بهذه النقطه كنا نتمنى انه يكون في انتباه على اختيار ال هيك المشاهد والتعبير عنها، لانه هذا مجتمع حساس بالجبل، حساس مسيحيا لكن حساس درزيا. نعم. وما فيك تعملي مصالحة وتعملي عودة بمعنى، وهي العودة حصلت كثيرا وتوسعت كثيرا، لكن العودة لا يختصرها التيار الوطني الحر. بس لا بس ما يريد أن يقول الوزير بسيل أنه بس نحن نرجع على الجبل بيرجعوا المسيحيين. لا مش صحيح. معلش طيب هيدا حضرتك ما أنت ما بتفسر المسيحيين. بس حضرتك عم تفسر هيك. بس ليش ما بنقول لما بيتم إقرار قانون انتخابي أكثر عدلا من القانون الأكثر ما هيك ما أخذوا بتتحقق العودة. أخذوا القانون اللي بيريدوا. طيب ونزلت انعمل انتخابات وطلعت نتيجة الانتخابات عال صحتين على قلب اللي نزل. نعم. واللي حقق فيها هذا هو المقصود يعني. ما في مشكلة. أوكي. اللي بيكون ليكي بدي لك شغلي، فيك تكوني انت ضد قانون انتخاب قبل ما يقر، لكن لحظة اللي بتنزلي على صندوق الاقتراع انت اقريتي واعترفتي بهذا القانون ومشيتي فيه. بتحبيه ما بتحبيه هذا فينا ضلينا نحكي على 1960 50 سنة. صحيح. بقي 50 سنة. نعم. لحديد ما تغير. طيب. هذا رح نضل نحكي فيه ناس مع وناس ضد لحديد ربما يتغير ويمكن ما يتغير. قبل ما يخلص وقتنا بدي أحكي كمان بموضوع مهم، العلاقة بين حزب التقدم الاشتراكي وحزب الله. اليوم زميلنا فراس الشوفي كاتب بصحيفة الأخبار موضوع أثير أصلا يعني هذه الحادثة بين الوزيرين السابق والحالي للصناعة كان لا يعني رواسب رح نحكي فيها. حزب الله يقاطع وليد جنبلاط، كان في زيارة سيقوم بها الحاج حسين خليل لرئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، وألغيت هذه الزيارة بفعل قرار اتخذه الوزير وائل أبو فعور. رح أقول لك حرفيا أنه خلافا للقانون الوزير ولتصفية حسابات جنبلاط الشخصية أو المالية تخطى أبو فعور القانون وأصدر قرارا ب 26 أدار الماضي ألغى فيه الترخيص الممنوح من قبل وزير حسين حش حسن القاضي بالسماح لألف توش بإنشاء مجمع صناعي منطقة ايه عين دارة. ايه. وهذا أيضا بيقول أنه مخالف لمجلس شورى الدولة لأنه أيضا طلع قرارات من بعد ما كانوا أهالي عين دارة قدموا شكوى وإلى آخره. بدي احكي شوي عن العلاقه بين الطرفين. العلاقه مقطوعة. لا انا ما انا مقطوعه. العلاقه قرر ممكن حزب الله اليوم ان يقطعه، واذا قطع هلا عنده معلومات الاستاذ شوفي. بس ليش التغير؟ لكن هي ممكن ان تتفرمل لاسباب، ربما هذا احد الاسباب، لكن ترجع لانه بالنتيجه الطرفين لهم مصلحه باستمرار العلاقه. جنبلاط منه قاطع العلاقة مع حزب الله،
متفق. هلا حزب الله هو الذي قطع العلاقة، بيقطعوا بيرجعوا بيحكوا معه. شو بدهم يقطعوا يعني؟ ليش بدهم يقطعوا على كرمال بيت فتوش؟ رح يقطعوا ما رح يقطعوا كرمال بيت فتوش. قصدك كرمال يعني انه بحكم الامر الواقع دائما حزب الله يعني يراهن دائما النائب وليد جنبلاط على إرادة حزب الله الدائمة بالتهدئة مع الطائفة الجوزية، وبالتالي دائما على الرغم من كل مواقفه انه كسرت بيت فتوش بتعمل لا بدي اسالك سؤال. بكثير من الاحيان دائما حزب الله يذهب ويراضي وليد جنبلاط، هذا الذي يراهن عليه. كسرت بيت فتوش بدها تعمل حرب اهليه درزيه شيعيه؟ ما رح تعمل. اوكي، في موقف من هذا الموضوع بيرجعوا بيحكوا فيه، الأقنية مفتوحة ما بتتسكر، لأنه هناك أقنية ذات طابع سياسي وذات طابع أمني بين الطرفين، لأنه في نقاط تماس ما بين الطائفتين بكثير من المحلات مثل ما بتعرفي، وإلى أجل غير مسمى لا الله يفرجها يبقى السواد الأعظم من هذه الطائفة مؤيدا لجنبلاط وضمن إطار السياسي تبع جنبلاط، فجنبلاط مسؤول عن أمن هذا المجموع الكبير أكثر من غيره، مش لحاله، هناك زعامات أخرى، قيادات أخرى، كلها لها مكانة، لكن هو إذا بدك السكسويل الكبير تبعها. حزب الله هذا شيء مرحلة آني، بيقطع بيحكوا فيه بيتقاطع، يعني ما بيستاهل انه ينقال انه عليه، لانه موضوع الكساره ما بيعمل مشكل هالقد كبير. يعني مثل ما فهمت دائما يراهن وليد جنبلاط على حساسيه الموقع الجغرافي للجبل وخطوط التماس، اذا بدي سميها هيك، خليك معي مع حزب الله، وعلى الرغم من كل المواقف التي صدرت عن وليد جنبلاط بمخص ازمه النزوح اللاجئين السوريين، سوريا، حزب الله الى اخره. لا، حزب الله ما بيحكي عنه هو اليوم. قبل عم بحكي قبل من الـ2005. خليك معي دائما يراهن وليد جنبلاط على انه حزب الله ملزم بقرار التهدئة معه. لا ما هو ملزم بشيء حزب الله. لكن وليد جنبلاط أولا مهدي العلاقة مع حزب الله، عامل لجان ولجان تنسيق ولجان اتصال على مستوى النيابي على المستوى القيادي وعلى مستوى المناطقي مع حزب الله. ثلاثة منا مقطوعة، إذا انقطعي كرمال الكسارة بترجع بتنفتح، لأن الكسارة ما بتعمل مشكل هالقد كبير ولا يفترض أنه تعمل. ثالثا رهان جنبلاط مثل رهان حزب الله على جنبلاط، بيراهنوا أنه جنبلاط عقلاني وأنه جنبلاط واقعي، والخلاف حول موضوع النازحين واللاجئين السوريين وموضوع النظام السوري هذا متفق عليه مع حزب الله بإطار ما يسمى بتنظيم الخلاف. يعني حسب ما بتذكر، يعني إذا ما خانتني ذاكرتي، لم يصبح الدروز يعني أعضاء في حزب الله يعني منتسبين. في وجهة نظر بالبلد منا مؤيدة وجهة حزب الله فيما يتعلق بالحرب السورية. على ماذا اتكل الوزير وائل المفاوي عندما قال أنه في سوريين عندما يعودون إلى سوريا يعدمون؟ مين؟ الوزير وائل ابو فاوض عنده معلومات على ما بعرف. هلا بدي عم تسالي له ما بعرف. لا عم بسالك انه كونك صحفي مطلع. لا ما عندي، ماني مطلع انا شخصيا، بس بده يكون عند وائل لانه وائل عنده معلومات بتجي من الداخل السوري باطار. خطير كان هذا التصريح. لانه رايحين على السويد هن، حرام. انه السوري اللي راجع على سوريا عند بنظام بشار راجع على السويد، ما هيك؟ او عند ملكه بريطانيا يحملوه يعني يزتوا له رز. اليوم السوريين يقولون انه هن طلعوا تعميم من وزاره الداخليه السوريه ضمنت في سلامه وامن السوريين. أوه. ولا بل حتى يا استاذ علي، حتى زدت لك بركه، ما في شك. لحظه ما تقول. الامم المتحده الرئيس ميشيل عون نقل عن ممثل الامم المتحده عندما زاره، الامم المتحده نفسها طلعت تقرير انه لم يصلها اي معلومه عن تعرض احد من النازحين السوريين. في شخص عنده معلومات اخرى عندما عاد في شخص سوريا. عنده معلومات وبالتالي اخرى. من هون نحن يحق لنا ان نطرح سؤال، ما هو طرحي. مصدر لا معلومات؟ لا اطرحي كل الاسئله بس الله خليكم، ما بقى تعملوا لي انه يعني ما انا مش عم بعمل شيء. الله خليك، ما تصوري النظام في سوريا انه والله راجع على سويسرا. على الامم المتحده وممثل الامم المتحده الذي زار الرئيس ميشيل عون وخرج بهذا التصريح على هذا الاساس.
طيب عندك معلومات عن المشكلة اللي صاير حول عين دارة يعني الكسارة؟ بالتفصيل لا، ما لا، عندي وإنه معلومات. ولماذا يعني اتخذ وليد لا، ما جوبلاط هو هذا موضوع، القرار؟ هذا موضوع عمره 3 سنين 4 سنين، لا هلا يعني ليش الوزير وائل أبو فاعور اتخذ هذا أصبح القرار؟ هو وزير الوصاية على القطاع الصناعي، أخذ القرار الذي خلافا لقرار مجلس شيوعي المقتنع الدولة. فيه. بكرة بيكسروا له قراره إذا بدهم، إذا بيت وليس فتوش لتسوية أوضاع المالية لوليد جملات. كيف بده يسووها يعني؟ كيف بيسووها؟ لا قولي لي كيف يعني، انه رح شو أقول لك بعشتهم كيف. مصاري لبيت فتوش هيك القصد يعني؟ لا، كيف لأنه يعني؟ اليوم دائما أنا أتكل على ما يعني كتبه الزميل فراس الشوفي، أنه اليوم دائما في محاصصة بهذا الموضوع، وعندما كل طرف سياسي بياخذ حصته من أي معمل، وأنه اليوم نائب وليد جنبلاط يتستر خلف الستار البيئي لكي يعني يحقق هذه وجهة نظر صحافي، هدفه. هذه وجهة نظر صحافي بهذا الموضوع، ما شو ما في يناقشوا فيها، انه هو عم بيناقش بموضوع ذات طابع ذاتي، وانه شو في بافكار وليد جنبلاط انه بيعمل هيك لاسباب هيك. يمكن هو هذه افكاره، هذه مستحيل. لا هو يبني يعني سياق معين من المعلومات. لا، عم بيقول انه بده يحل انه من ازمته، عنده يعني يلي كيف بده عنده يحل معمل ازمته؟ سبلين مثلا، انه ما بحق له يحتج على معمل تحت حجه بيئيه بزحله، انه بالبقاع. ايه كيف يعني؟ منه بزحله، يعني على منه قصة بزحله، هو بعين داره، نعم فرق بعين كبير، داره. مزبوط فرق مزبوط. كبير. لا وانا ما سأتلغط بدي انا افوت قصة بهذا فتوش، بس الموضوع لانه انا ماني مطلع تقنيا على الموضوع، بعرف انه في ازمه اهليه، وفي ازمه من اهالي عين داره ضد هذا المصنع، وبعرف انه في موقف سياسي للحزب التقدم الاشتراكي، لكن ما بدي يعني بالنتيجه اذا القانون معه للاستاذ فتوش بيرجع هو نعم. طب هل سيسعى، بينتصر له القانون. هل سيكون هناك مسعى لعودة العلاقات مع حزب الله من بعد ما ألغيت زيارة الحاج حسين خليل برأيك؟ تسلمي لي، هذه امر عادي، واذا الغيت بترجع بنعمل موعد تاني. ليش عاملين منا قضيه هذه عم بسألك كرمال 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 هيك موضوع؟ لا مش هيك. طيب شكرا. وبعدين الخلافات اللي اشرت الى النقاط الثانيه اللي هي موضوع السوري، وهذا هذا متفقين عليه جنبلاط والسيد حسن نصر الله، متفقين على أن كل واحد عنده مواقفه انا من ما يسمى بتنظيم الخلاف. نحن وياكم متفقين على هيك وهيك وهيك، ومختلفين على هذه النقاط. نعم، ونحترم الاتفاق ونحترم الاختلاف. نعم، ما لهلا ما حدا خرج عن نقاط الاختلاف، ما حدا وسعها، وجملات ما وسعها، بالعكس، وما كبر نقاط الاختلاف ابدا أو ابدا ابدا. من سنوات طويله جملات ملتزم بهذا الاطار من الخلاف المنظم وماشي الحال. هلا زعلوا بموضوع الكساره، بيرجعوا بيتصالحوا عليه، والله مشكله هذه. طيب شكرا لك استاذ علي. بس خلصنا؟ خلصنا، صارت 12 ونص. انتوا بتعملوا لها بدك؟ لا، نحن دائما من 11 ونص ل 12 ونص ولا مره. ميرسي لك. اوقات بنمدد لما يكون في نقل مباشر، بناخذ من وقت الحلقه بنمدد شوي. بدك نمدد بنمدد. يا ريت. شكرا لك استاذ علي احمد على وجودك معنا اليوم بحوار اليوم. اهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا المتابعه، الى اللقاء.